وحشتوني جدا يا ولاد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، ويا رب الظروف الصعبه دي تمر علينا كلنا ان شاء الله، ونرجع كلنا مدارسنا ونعيش حياتنا الطبيعيه، نفرح ونلعب ونعمل كل اللي نفسنا فيه. النهارده يا ولادي حبايبي، رغم الظروف اللي احنا فيها، بس انا طبعا احنا مستمرين مع بعض زي ما عودتنا مدرستنا الجميله مدارس حسام الدين ان احنا بنوصل شغلنا مع بعض. النهارده هنراجع مع بعض الاشكال الهندسيه، وده درس جميل. ودلوقتي حبايبي، بعد ما سمعنا الفيديو عن الاشكال الهندسيه وانواعها وشفنا الفيديو الجميل، يلا بقى دلوقتي اول نشاط معايا بيقول لي اكتب عدد كل شكل. عندي مجموعه من الاشكال الهندسيه اللي هي اول تحت عندي لو بصينا هنكتب عدد دائره، وبعدين عدد المربع، عدد المثلث، عدد المستطيل. وطبعا يا اولاد كلنا بنفرق بين المستطيل والمربع. المربع عنده اربع اضلاع متساويه، لكن المستطيل كل ضلعين قد بعض. كل ضلعين ايه يا ولاد؟ قد بعض. طب يلا نشوف اول، هنا بقولي عدد الدوائر، يلا نشوف كم دايره عندي فوق. ادي واحد واحد اتنين تلاته اربعه، يلا نكتب اربع دوائر. برافو عليك. يلا بقى نشوف الشكل الكبير اللي قدامنا فوق ده ايه يا ولاد؟ ها؟ ده مستطيل. ده ايه؟ مستطيل. ماشي، عندي كام مستطيل؟ ادي واحد اتنين تلاتة. برافو عليك، تلاتة. يبقى المستطيل تلاتة، نكتب تلاتة. يلا بقى نشوف المثلث، ادي واحد اتنين تلاتة، وفي واحد كمان تحت أربعة. برافو عليك يا ولادي، يبقى كام مثلث؟ أربع مثلثات. يلا حبايبي نشوف المربع، واحد اتنين تلاتة، ها أربعة. برافو عليك، أدي واحد اتنين تلاتة. لا نمسح بقى، احنا كده خطنا مش حلو، نضطر بقى نمسح بالراحة. هنكتب بقى ايه؟ التلاتة بطريقة جميلة بالراحة خالص. برافو، احسن. وبكده يا ولاد انتهى النشاط الاول عن الاشكال الهندسية، ونشوف النشاط اللي بعده. هنا يا ولاد بيقول لي لون، مديني مجموعة من الالوان وبيقول لي لو كل لون تحته شكل. اول لون عندي هنا مين؟ اللون الاحمر. تحت الاحمر يا ولاد جايب لي ايه؟ المثلث. يلا نشوف المثلثات ونلونها كلها باللون الاحمر. فين المثلث عندي؟ برافو، هيتلون باللون الاحمر. ها فين تاني؟ برافو، الهرم اللي تحت. برافو عليكم، ممتازين. طب يلا بعد كده اللون الازرق هنعمل بيه المربع. فين الاشكال اللي عندي المربع؟ اهو السمايل اللي بيضحك، هنلونه باللون الازرق. يلا بقى واجي مربع عندي كمان هيتلون باللون الازرق. برافو.
بعد كده يا اولاد بالراحه يا حبايبي عشان ما نخرجش ايه بره، ممكن نمسح بقى احنا الزياده دي. برافو عليكم. نكمل بقى بقيه التلوين. برافو كده، جميل خالص. ونمسح الزياده ماشي. بعد كده بيقول لي اللون الاصفر هلون بيه المستطيل. فين شكل المستطيل؟ اهو عندي مستطيل مرسوم. وبعد كده فين مستطيل كمان؟ برافو، اللي هو الظرف على هيئه مستطيل. اخر حاجه عندي اللون الاخضر، وهو هنلون بيه الدائره. هنلون بيه يا حبايبي الدائره، عندي السمايل اهو، وعندي دائره كمان مرسومه. برافو عليكم يا اولاد. نمسح بقى الزياده اللي احنا عملناها دي. معلش يا حبايبي، ايوه برافو عليكم. وبكده يا اولاد يبقى احنا الصفحه دي اتعرفنا على الاشكال الهندسيه اللي هي مثلث، مربع، مستطيل، دائره. وبعد كده لونا كل حاجه باللون اللي مطلوب مني. عندي الاحمر بالاحمر لونت المثلث، الازرق لونت بيه المربع، الاصفر لونت بيه المستطيل، الاخضر لونت بيه الدائره. وبكده انتهى النشاط بتاعي النهارده. نشوف بقى النشاط التاني. عندي هنا الاشكال الهندسيه بيقول لي صل الاكبر بالاصغر. انا عندي الاشكال الهندسيه جايب لي مستطيل، مربع، مثلث، دائره. انا عندي الناحيه اللي هي اليمين دي الاشكال الكبيره، بيقول لي وصل كل شكل موجود من الناحيه اليمين بالشكل بتاعه المطابق ليه او اللي زيه من الاشكال الهندسيه، بس يكون صغير شويه. عندي مستطيل، فين بقى المستطيل يا ولاد الناحيه الثانيه؟ برافو، اخر شكل، ممتازين. الشكل اللي بعده ايه؟ مربع. يا ترى فين المربع الناحيه الثانيه؟ اهو اللي تحت الدايره، احسنتم. بعد كده عندي مثلث، فين بقى المثلث يا ولاد؟ برافو عليكم يا حبايبي. اخر شكل عندي هنا دائره، وهتتوصل بالدائره لايه؟ اصغر منها. يبقى انا كده الصفحه دي يا حبايب قلبي وصلت اللي طلبوا مني، بقول السيل الاكبر بالاصغر، وصلت كل شكل من الاشكال الهندسيه الكبير بالصغير. وبكده انتهى نشاطنا، ونشوف النشاط اللي بعده. بعد كده يا اولاد النشاط اللي بعد كده بيقول لي ارسم ولون. انا عندي يا حبايب قلبي الرسم، عندي كلمه دائره، مثلث، مربع، مستطيل، والناحيه الثانيه يا حبايب قلبي بالنقط معمول دائره، مثلث، مربع، مستطيل. هنا عاملها بالنقط، فالمفروض ان انا هعدي عليها بالقلم. بس يلا نوصل نلون بقى ايه الدائره. فين الدائره؟ قدامها. يلا نلونها، اختار بقى اللون اللي يعجبك واللون الجميل. برافو. بس اهم حاجه يا اولاد نحاسب ان احنا ما نخرجش بره الدائره عشان الواننا تبقى جميله. بعد كده هنلون المثلث، هنلونه باللون الاحمر. بعد كده يا اولاد في عندي المربع، وهنلونه باللون الايه؟ الموف. اخر شكل عندي المستطيل، هختار اي لون يعجبني هلون بيه بالابيض. ماشي. يبقى احنا هنا يا اولاد النشاط ده طلب مني يا حبايبي ان انا الون الاشكال اللي موجوده قدامي باي لون انا افضله. لونت الدائره والمثلث والمربع والمستطيل، وبكده انا لونت الاشكال الهندسيه بالوان انا حاببها وجميله ومفضله بالنسبه لي. نشوف النشاط اللي بعد كده. طيب هنا يا حبايب قلبي طبعا كلنا حفظنا الاشكال الهندسيه وعرفنا، احنا بس احنا النهارده درسنا منها كام شكل يا اولاد؟ اربعه، اللي هم مين؟ المستطيل والمربع والدائره والمثلث. على فكره يا اولاد في فرق بين المستطيل والمربع. فرق بين ايه وايه يا اولاد؟ المستطيل والمربع ده اربع اضلاع وده اربع اضلاع، بس المستطيل كل ضلعين قصاد بعض او متقابلين. كلمه متقابلين يا حبايبي يعني قصاد بعض، قد بعض. والمربع عنده برضو اربع اضلاع، الاربع اضلاع زي بعض متساويه كلهم قد بعض. فعشان كده بفرق بين الشكل الهندسي اللي هو المستطيل والشكل الهندسي اللي هو مين؟ المربع. طب تيجي يا اولاد بقى نشوف التدريب بتاعنا النهارده الجميل قوي اللي قدامنا ده. بيقول لي صل كل شكل بما يناسبه، يعني كل شكل باللي يناسبه. ايه هنا في اشكال الناحيه الثانيه؟ جه هنا الاشكال الهندسيه في اليمين، مستطيل، دايره، هرم، مربع. بيقول لي شوف ايه اللي على شكل مستطيل وايه اللي على شكل دائره وايه اللي على شكل هرم وايه اللي على شكل مربع الناحيه الثانيه، وصلهم ببعض. اول حاجه هنا المستطيل، ايه من اللي قدامي دول مستطيل؟ ها يا ترى الهرم ولا السمايل ولا الظرف ولا
السمايل ده طبعا الظرف. برافو عليكم، احسنتم. طب يلا بقى نشوف الدائره، عندي الدايره هبص لها، يلا نشوف ايه اللي على شكل دايره الناحيه الثانيه. السمايل الوجه اللي هو ده ايه، بيضحك. برافو عليكم. طب هنا المثلث، يا ترى ايه شكل هنا على المثلث؟ الهرم، نوصل الهرم. اخر شكل عندي يا حبايب المربع، وهو قدامي فوق اهو مربع، هنوصلهم ببعض. برافو عليكم. تعالي بقى نشوف نشاطنا ده كان طالب مني ايه، بيقول لي وصل كل شكل باللي يناسبه الناحيه الثانيه، صح كده؟ فانا بعد ما وصلته حبايب قلبي عرفت الاشكال وتعرفت عليها، ورحت الناحيه الثانيه يا حبايبي ودورت على الشكل اللي يناسب المستطيل ووصلته، بيناسب الدايره وصلتها، بيناسب الهرم وصلته، بيناسب المربع وصلته، وبكده انا عرفت وتعرفت على الاشكال الهندسيه وما يشابهها او اللي يناسبها. اوكي يا اولاد، يبقى احنا كلنا كده استوعبنا يعني ايه شكل هندسي وايه اللي يشبه الاشكال الهندسيه من الاشكال اللي كانت موجوده قدامي في التدريبات اللي فاتت. وكده انتهى نشاطنا ده، ويلا نشوف النشاط اللي بعده. النشاط اللي بعده هنا جاي بيقول لي خلاص ده اخر نشاط معايا، وهنا بيقول لي يلا بقى نتذكر مع بعض الاشكال الهندسيه اللي احنا درسناها وراجعناها وفي تدريبات كتيره حليناها عليها، ولونها بالوان تحبها جدا. انا مثلا عندي دلوقتي هنسمي الاشكال الهندسيه اللي موجوده عندي، عندي دائره وعندي مثلث وعندي مربع وعندي مستطيل. يبقى احنا يا اولاد النهارده كنا تركيزنا على الاشكال الهندسيه كام شكل؟ اربع اشكال، دائره مثلث مربع مستطيل. يا ترى الكلام اللي انا قريته ده يا اولاد موجود قدامكم الناحيه الثانيه؟ اول شكل اهو دائره، بعديها مثلث، بعديها يا ترى ده مستطيل ولا مربع؟ عايز اسمع صوت الناس الشاطره. برافو عليكم، احسنتم، ده المربع لان ليه اربع اضلاع وكلهم قد بعض. لكن المستطيل ايه الفرق بينه وبين المربع يا شطار؟ المستطيل يميز اربع اضلاع برضو، بس كل ضلعين متقابلين او قصاد بعض قد بعض، في ضلعين صغيرين وضلعين كبار. برافو عليكم، انتوا كده احسنتم وحفظتوا يعني ايه شكل هندسي وايه اللي يشابه الشكل الهندسي. يلا بقى دلوقتي نشوف التدريب بتاعي بيقول لي ايه، بالراحه ونختار الوان جميله ونهدى خالص واحده واحده عشان نلون بالوان حلوه. بقول لي لون، طب يلا تعالى نفكر مع بعض، نلون الدايره بلون ايه؟ نختار لون ايه؟ احمر. يلا بقى نلونها بس بالراحه خالص، ما نخرجش، نحاول ما نخرجش بره الدايره. خلاص طيب يلا نشوف بقى بعد كده المثلث ناخد لون ايه، نختار اللون الاخضر. ماشي، يلا بقى نلون المثلث باللون الاخضر بالراحه خالص. برافو، نحاول نلون يا اولاد بالراحه خالص خالص، احسنتم حبايب قلبي. يلا طبعا انا عندي هنا يا اولاد بكمل، طبعا انت هتكمل بقيه الالوان دي. يلا بقى نشوف الشكل اللي بعده اللي هو اللون المربع، هنلونه بلون ايه مثلا؟ ازرق ولا نلونه بايه اللي يعجبكم حبايبي؟ اصفر. ماشي بالراحه خالص، وهنلون باللون الاصفر. فاضل عندي اخر شكل يا حبايب قلبي اللي هو المستطيل، وهنلونه باللون ايه بقى؟ اخضر تاني. ماشي شكلكم بتحبوا اللون الاخضر. يلا حبايب قلبي نشوف بقى التدريب بتاعي كده انتهى معايا. يلا بقى نشوف التدريب ده كان طالب مني ايه حبايبي؟ كان طالب مني ان انا اتعرف على الاشكال الهندسيه، دائره مثلث مربع مستطيل، تعرفت عليهم. احاول يا حبايب قلبي مع ماما في البيت نكتب كلمه دائره في كراستنا الجميله، ونكتب كلمه مثلث، ونكتب كلمه مربع ومستطيل، وننزل بيهم ونكتبهم عشان نكتب بخط جميل وخطنا يتحسن ونبقى شطار جدا. اتعرفنا بقى على الدائره وشكلها، اتعرفنا على المثلث، اتعرفنا على المربع، واتعرفنا على المستطيل. بجانب ده يا اولاد نمينا عندنا موهبه اختيار الالوان، كل واحد بيحب لون اختاره ولون بيه. انا عن نفسي هنا كنت بحب اللون الاخضر عشان كده لونت بيه شكلين. انت ممكن تلون باي لون يعجبك، لون باحمر اصفر ازرق، عندك الالوان الموجوده اللي انت بتحبها لون بيها. هتلون الدائره بلون، المثلث بلون، المربع بلون، والمستطيل بلون. وبكده يا حبايب قلبي يبقى احنا النهارده رجعنا مجموعة من التدريبات، وكان اخرهم النشاط اللي قدامي دون اللي هو لون الاشكال الهندسية، وفعلا لوناها واستمتعنا مع بعض بيها واتعرفنا على الاشكال الهندسية، وياريت نراجعها مع بعض، دائرة مثلث مربع مستطيل. نقولهم كمان مرة يا ولاد عشان خاطر نحفظهم، دائرة مثلث مربع
مستطيل. وهنا طلب مني اعمل في ايه في النشاط ده؟ ان انا الونهم، وفعلا لوناهم بالالوان الجميله اللي احنا نختارها، الالوان اللي هي تعجبني وتعجبك حبايب قلبي. وبكده يا حبايبي انتهى نشاطنا النهارده، وبقول لكم يا رب تكونوا استفدتم من درس الاشكال الهندسيه معايا النهارده، وانا كنت سعيده جدا معاكم. وبقول لكم حبايب قلبي استنوني في درس جاي ومعلومه جميله من خلال مراجعتنا مع بعض للدروس، والى اللقاء في مراجعه اخرى. واحنا جاهزين للرد على اي استفسارات او تعليقات على صفحه مدرستنا حسام الدين. الى اللقاء.